ووقعت الحبات الأخرى على الأرض الطيبة فارتفعت ونمت وأثمرت. حديقة الرحمة تزرع بأواصر اللحمة. البابا فرانسيس البابا الإنسان يزرع في حديقة الرحمة أواصر اللحمة بينما تقطعت بهم سبل العيش الكريم ليحصدوا ثمار التزامهم. إنه الأب الأقدس الذي يحمل الشرق في صلاته كلما هبت النسمات في ثنايا هذه البسيطة الفانية، فأراد أن يترجم هذه الصلاة بعمل الرحمة على أرض الواقع المعاش، فخصص المنح المقدمة إلى جناح الكرسي الرسولي في معرض إكسبو ميلانو 2015 للاجئين العراقيين في الأردن. فقامت السفارة البابوية في عمان هذا العام في 12 من أيار الماضي بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية ومطرانية اللاتين بترجمة دعم البابا من خلال إقامة حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام بهدف إعادة الكرامة الإنسانية للمهجر والنازح العراقي المقيم في الأردن، وكذلك لتقديم المساعدة لبعض العائلات من المواطنين الأردنيين. هذا وقد انطلق المشروع في الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب قداسة البابا فرانسيس في كنيسة سيدة السلام في عمان، وكان قد أقيم قداس حبري وقتها ترأسه البطريرك فؤاد طوال، وشارك فيه السفير البابوي لدى الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والموفد البابوي الخاص للمونسنيور سيكونتو تيغانو أمين عام المجلس البابوي قلب واحد، وعدد من الأساقفة والكهنة الكاثوليك ورؤساء ممثلو الكنائس في الأردن والسفراء ورسميون دينيون ومدنيون ورهبان وراهبات وفرق الشبيبة والكشافة وأعضاء مراكز الكاريتاس الأردنية. ونستعرض هنا أهم التصريحات التي صدرت عن السلطة الكنسية وجمعية الكاريتاس بخصوص مشروع حديقة الرحمة، حيث قال السفير البابوي في الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن كلمة شكر فيها جميع الذين عملوا على نجاح المشروع وأشاد بدور البابا بإقامة هذه الحديقة. كما صرح في هذا الإطار آملاً أن تكون حديقة الرحمة مكاناً للحوار واللقاء بين الناس ذوي الانتماءات الدينية المختلفة. أما موفد قداسة البابا المونسنيور سيكوندو تيغانو مونوز الأمين العام للمجلس البابوي قلب واحد، فقد صرح عندما حضر افتتاح حديقة الرحمة قائلاً إن هذه المبادرة هي ثمرة العناية الأبوية لقداسة البابا فرانسيس بالمجروحين، إنني أجلب معي بفرح بركات البابا الحبيب الذين تدركون أن له مكاناً خاصاً في قلب كل واحد منكم، وأود أن أعبر عن صادق تقديري وعرفاني للدور الذي لعبته الكنيسة في عمان في تقديم الأرض التي قام المشروع عليها. وقال البطريرك فؤاد طوال وقتها في كلمة ألقاها: جئنا في هذا المساء نشكر الرب على رسالة المحبة والسلام التي يغوصها الأب الأقدس فرانسيس في حقول العالم كله، يطلب من العالم أن نشاركه في زراعة الرحمة والتضامن بين البشر. جئنا نقول للرب إله الرحمة شكرا بمناسبة ذكرى 3 سنوات من حبرية البابا، بابا التواضع، بابا الخدمة، بابا الرعاية على مثال الراعي الصالح. شكرا على الزرع الطيب الذي قام به ولا زال يقوم في كل حقول العالم، وشكرا أيضا أخيرا على زيارته الأخيرة للأردن قبل عامين. نشكر قداسة البابا على وجه الخصوص اليوم لأنه قدم لنا مشروعاً جديداً في تربة هذا المركز، مركز سيدة السلام، هو مركز شفاء، مركز محبة، مركز رياضات روحية، مركز صلاة. كما عبر عن تقديره للمونسنيور سيكوندو تيغانو موينز الذي جاء خصيصاً من الفاتيكان ليترأس افتتاح حديقة الرحمة تحت إشراف كاريتاس الأردن، إنه لخدمة الفقراء والمحتاجين ولخدمة المهجرين من العراق الذين جاءوا إلينا. It is a joy for me to be here with you today and to give thanks to God to the realization of this meaningful initiative aimed to restore the dignity of our brothers and sisters who were displaced due to violence and wars.
ومدير الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان صرح للنورسات قائلاً: وكان الفكرة هو إيجاد فرصة عمل لحياة كريمة لعدد من الأخوة العراقيين. اليوم نحكي عدد لأنه نحن عم نتخطى عدد 10,000 شخص وصل خلال السنتين من الأخوة العراقية. المشاريع الإنتاجية كل مشروع رح يستهدف 30 عائلة رح تستفيد من هذا المشروع. حديقة الرحمة بلشت الفكرة بمشاريع إنتاجية. مركز سيدة السلام مشكورين قدموا قطعة الأرض اللي قدرنا نبدأ المشروع فيها. اليوم في معمل للأثاث اللي هو معد من الريسايكلينج من المواد الطبليات الغير مستخدمة، تم تحويلها لمشروع إنتاج العفش خشب. رح نتوجه لمبدئيا خلال شهرين رح يتم افتتاح 3 مشاريع، يعني كلها مشاريع بتهدف لدعم أخوتنا العراقيين وتثبيت وجودهم بالشرق من خلال أعمال بسيطة لكن تقدر تعيشهم بكرامة خلال وجودهم بهالفترة بالأردن. وفي لقاء خاص مع السيد يزن مجج تحدث لقناة نورسات الأردن عن أهداف المشروع. السيد يزن مجج، أنت مشرف هون في دائرة التنمية والتطوير لمشاريع الكنيسة، طبعا بالتعاون مع الكاريتاس في أنه استثمار هذا المكان بحيث أنه يعود العائد على الاستفادة منه للعراقيين المهجرين الموجودين عندنا في الأردن. تخبرنا عن المشروع، كيف ممكن أنه طورتوا الفكرة، فكرة يعني هذا المكان، وكيف أنه تستفيدوا منه لهدول الفئة من العراقيين الموجودين عندنا بعمان؟ يعني هذا المشروع يأتي في إطار التغير في طبيعة الأزمات الإنسانية اللي عم بتصير بالمنطقة. الإخوة والأخوات العراقيين من سهول لينوى وغيرها في العراق خرجوا باتجاه الأردن خلال السنوات الماضية، وقامت الكاريتاس والكنيسة باستضافتهم في مراكز إيواء مؤقتة داخل الكارافانات اللي بتشوفوا بعض منها هون. بعد ذلك تم نقلهم إلى مآوي دائمة، بيوت مستأجرة وشقاق. وبطبيعة طول مدة الأزمة وعدم قدرتهم على عودتهم لبلادهم أو في انتظار الهجرة إلى بلد ثالث، قامت الكاريتاس بالتعاون مع الكنيسة بوضع تصور استراتيجي جديد للتعامل مع هذا النوع من الأزمات. وارتأت أن معيشة اللاجئين القادمين للأردن أو طالبي اللجوء تحتاج إلى تحسين نوعية حياتهم من خلال إيجاد مصدر للدخل وتحويلهم من مستفيدين من برامج ريعية إلى منتجين ومساهمين، وهذا طبعا أصلا ينطبع على إحساسهم بإنسانيتهم وبقيمتهم. جميعهم كانوا أصحاب أعمال أو عاملين في مجالات مختلفة في العراق. وبدأنا بتصميم بعض من هذه البرامج في مناطق مختلفة. مشروع حديقة الرحمة في سيدة السلام، دير سيدة السلام، هو بكورة هذه المشاريع. وركزنا على استخدام الموجود، فأخذنا الكرفانات التي كانوا يقطنون فيها لفترة معينة، وأخذنا هذه قطعة الأرض حوالي 10,000 متر مربع من الكنيسة ومن الدير، وبهدف تشغيلها إنشاءها وتشغيلها لفائدة أكيد العراقيين وأيضا المهمشين اقتصاديا واجتماعيا من الأردنيين وغيرهم. ومحبة الناس لبعضها والرسالة الإنسانية اللي عم بتقدموها والكنيسة عم بتقدمها وبالتعاون طبعا مع الكاريتاس كمان، يعني مشكورين. فهالرسالة الإنسانية كمان جميلة جدا إنها تنتشر للجميع لدعم هالفئة كمان هالمتألمة، بدنا نقول متألمة من وراء الظلم اللي عم نشاهده والألم اللي عم نشاهده في هالعالم، لكن رحمة ربنا كبيرة في حديقة الرحمة اللي احنا فيها هوني.
وكاريتاس تعني المحبة أيضا، فاجتماع المحبة والرحمة في هذا الموقع هو إن شاء الله بحط نموذج نتأمل إنه إحنا ننجح فيه ونتأمل إنه غيرنا يقل. استفادينا طبعا، أكيد استفادينا كثير بهذا العمل الرائع الذي نقدمه نحن المهجرين العراقيين الساكنين هون في الأردن. أكيد نشكر كل من ساعدنا على هذا العمل، بس عطونا فرصة وفرصة ثمينة الكاريتاس بتوفير هذا المكان لنا لننتج ونطور مهاراتنا. نحن كعراقيين مش كلنا في لنا خبرة بالنجارة، بس جابوا لنا مدربين أخصاء وظلوا معانا لفترة معينة. من هنا من أمام حديقة الرحمة نقف أمام الأشجار التي غرست قبل أكثر من شهرين وقد علت تغاريد العصافير حولها، نشيد سلام وبارقة أمل رحمة.